عندي خرشوف بالفراخ والجبنة، يبقى عندي خرشوف صدور فراخ مفرومة جبنة موتزاريلا، عندي بصل وتوم وجنزبيل ودقيق ولبن وبيض، كاري، بهارات، ملح وفلفل، بقسماط كزبرة خضراء، زيت، عصير ليمون، بقدونس مفروم. طيب توم، ادي زعتر، جنزبيل او زنجبيل. شرقه وحشه قوي يا عم الحاج، مين اللي كان مصاص لي في اللوم وانا باكلها؟ ده حبه رز، بهارات، جوز الطيب، حبه ملح وفلفل، طحن الاول، البصل، كل الحاجات اللي كانت فيه، ملح وفلفل، كل البهارات والكاري وكله. بعد كده حطيت الفراخ، فرمتها، اشتغلت معايا ونعمت. بعد كده بديها الجبنه، حطينا شويه ملح وفلفل وشويه ليمون، كده اهو. عايز اعرف طريقه عمل الكريب. كوبايه دقيق وكوبايه لبن، كوباية دقيق وكوباية لبن وتلات بيضات ومعلقة تلات معالق زيت، ذرة ملح وذرة سكر كده، كده حضراتكم بنحمر الفراخ اللي احنا حشيناها جوه الخرشوف. برمبمة كده، احطها في الفرن.